يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90، واجمل ساعه انشاد وابتهالات في اجمل ليالي رمضان. ما ينفعش طبعا يفوت رمضان الا ويكون معانا صقر المنشدين، واحد اجمل الاصوات في الابتهال الديني في مصر والوطن العربي، نقشبندي العصر والصعيد الشيخ منتصر الاكرت، كبير مبتهل الاذاعه المصريه. اهلا بك مولانا، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان سعيد علينا وعلى مصر كلها يا رب، وعلى على على الدنيا كلها ان شاء الله. كل سنه طيب يا مولانا، ونورنا كده دايما كده. ده الموسم العاشر مولانا، ودي يعني هقول ايه تاسع مره تنورني هنا في الراديو 90 90. هو ولازم افتح رمضان دايما في اي ضيوف، نعم، كابتهال وانشاد لازم ابدا بالشيخ منتصر الاكرت. ده شرف عظيم. بس احنا السنه دي العاشره ولا التاسعه؟ العاشره. انا كتبتها على صفحتي التاسعه. طب يا سيدي ايه المشكله؟ العدد في اللبون. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي، ودايما 90 90 اذاعتنا الجميله، وانا بفخر جدا لما اجي عندكم في 90 90 والله، لانها اذاعه جميله ومسموعه والناس كلها بتعشقها يعني. كل سنه طيب يا مولانا. طبعا انا عارف ان انت عملت حاجات كتيره جديده جايبها لنا معاك. ابتهالات امبارح كمان انت كنت في ابتهال او في صلاه الفجر النهارده. فجر اليوم فجر يعني. فجر الاربعاء. نعم. وجبناك ايه يعني، اقول لك ايه يعني، خطفتوني من الفجر على هنا. انا سمعت اللي بتاع امبارح كان حاجه عظمه على عظمه. دي كلمات الاستاذ محمد علي راشد الشاعر القدير الكبير، تحياتنا ليه. الراجل المحترم اللي هو يعني حقيقي احنا مش هنعرف ان يعني، تحياتنا ليه يا مولانا، مش هنعرف يعني نشكره يعني مدى. طيب هبدا معاك يا مولانا، انت بتختار الكلمه ازاي يعني؟ شوف انت قلت لي كلمات الاستاذ راشد، استاذ محمد علي راشد، استاذ محمد علي راشد. نعم. فانت الكلمات جات لك، هو بعتها لك فانت عجبتك فانت قلت تأديها، ولا بيبعتوا لك مثلا كلامه يعني زي ما بيتقال كده بالبلد بيتفرض عليك كلمات معينه تقوم انت؟ لا، ما حدش بيفرض عليك. طب قول لي انت بتختار ازاي يا مولانا؟ بختار ازاي الكلمه. نعم. الكلمات لازم احسها. تمام. يعني الكلمات لو ما حسيتهاش ما اقولهاش. استاذ محمد علي راشد من الشعراء اللي هو لما اديله الفكره أو ده اول تعاون بينكم؟ لا ده كتير، ده كتير. انا اكتر شاعر في مصر قلت كلمات وهو والله. طبعا، لانه انا حقيقي احنا في توامه بيني وبينه يعني. يعني ايه؟ بقول له على الفكره. استاذ محمد انا في فكره في دماغي بتقول كذا. الاقي بعد ساعه يروح متصل بيا يديني الكلمات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. وانت اللي بتلحنها؟ طبعا، هو الخيال الموسيقي بتاعنا. الخيال الموسيقي بتاعك انت مولانا. عشان كده احنا بنقول المبتهل لا يصلح مبتهل الا بدراسه الموسيقى. ما دي قضيه تانية هنتكلم فيها. يعني دي قضيه تانية هنتكلم فيها مولانا. لكن واحد يطلع يقول ابتهالات بدون فكر في الموسيقى يبقى مش هيعرف يقول. يعني انت شايف ان الشباب المنتشرين على السوشيال ميديا وبيعملوا مشاهدات بالملايين متعلمين اصول الابتهال صح؟ ولا حاجه. لا يا راجل، ولا حاجه. واعمارهم كلهم قصيره في هذا المجال، لان هم فيديوين ثلاثه وبعد كده ما انتشروش تاني يعني. والله اعمارهم قصيره، اللي هم ما اتعلموش اصول الابتهال. انا قعدت 7 سنين اتعلم، قرابه العشر سنين اتعلم. طيب فعجاله بسيطه كده، قول لي اصول وقواعد الابتهال. الابتهال الديني لابد ان يدرك المبتهل حينما يقول يا رب. يدرك انه يناجي رب العزه سبحانه وتعالى. تمام. هنا يبقى في جلال ووقار للموقف اللي انت بتقوله. يبقى واحد بالمناجاة. وانا هقول لسيادتك اهو. اتفضل. اما تقول يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انك تمدح خير البريه. طبعا، واخد بال حضرتك. طيب النهارده الشباب ما شاء الله بقوا كتير قوي على السوشيال ميديا. ايوه. طب ما هم بيمدحوا برضه الرسول عليه الصلاه والسلام. ما انا هقول لسيادتك اهو. اتفضل. بيبقى في البيت يصور نفسه وبتاع ويطلع وخلاص بقى نجم النجوم. بدون درايه، بدون يعني دراسه. قصدك على اللوكيشن يعني مثلا؟ مش لوكيشن، اين اصول الابتهال؟ ما هو النهارده بص، ما هي اصول الابتهال ممكن تقولها لي يا حبيبي؟ حاول. اتفضل. بص يا باشا، الابتهال الديني لابد ان يكون له درايه باللغه العربيه الفصحى. واخد بال حضرتك؟ ببحور الشعر. يعني انا لما اكلم الاستاذ محمد علي راشد اقول له عايز البحر الطويل، عايز البحر اللي مش عارف ايه، عايز كده. واخد بال حضرتك؟ طيب لازم يكون عنده درايه باللغه العربيه الفصحى، لازم يكون عنده درايه بالمقامات الموسيقيه. يبقى المقامات الموسيقيه اللغه العربيه الفصحى. اختيار الكلمه. اختيار الكلمه ليه؟ لانه الكلمه رساله. تمام. احنا كمبتهلين مش مجرد احنا بنقول في الاذاعه وخلاص. انت بتادي رساله. طيب دي يعني المسؤوليه كامله. مسؤوليه يا مولانا. نعم سيدي. مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي. بتفكر في ايه يا مولانا؟ لا ده انا سبحان الله تلت ساعه جريت الحلقه تجري معاك بسرعه. تلت ساعه جريت الحلقه. طب ما احنا عايزين بقى نتكلم بقى كمان يا مولانا. انا سمعت كده الاعداد يعني رئيس التحرير عندي محمود الجلاد ببعت له طبعا تحياتي. نعم.
يعني لقيته بيقول كده الشيخ منتصر اكرم كده بيفكر يعمل نقابة المبتهلين اللي زعيم بعد العيد. ان شاء الله احنا ايه الموضوع وايه القصة؟ شوف يا سيدي اولا دي حاجه جديده دي المبتهل وده سبق خلي بالك يعني انت بقى الكلام انت هتقولي ده ما ده اول تصريح بقى أول في اي وسيله اعلاميه اول يعني. تصريح والله طب اتفضل يا مولانا المبتهل الاذاعي ليس له اي شيء يهتم بامره اطلاقا اطلاقا اولا ليس له تامين صحي ليس له رعايه طبيه ليس له معاش ليس له اي حاجه في الدنيا اي حاجه ايوه بس انا كلمه نقابه المبتهلين الاذاعيين اشمعنى الاذاعيين ما هو عشان احنا مش معنى كده ان مش يعني المنتسبين فيها هيبقى برضو الاذاعي وغير الاذاعي يعني الحقيقه يعني معتمد اذاعه ومش معتمد اذاعه ممكن يخش فيها كمبتهل يخش فيها بس اللجنه هتختار الاصوات الاصوات المميزه قوي مش زي ما انت بتشوف دلوقتي كل من هب ودب بيقول انشاد وابتهال تمام واخد بقى حضرتك وهنعمل اختبار وانا على فكره مش هكون في لجنه الاختبار عشان انا ما بحبش ابقى في اللجان يعني تمام واخد بال حضرتك وبعدين ده مين هيبقى نقيب الزملاء قالوا لي قلت لهم لا ما ينفعش يبقى انا نقيب وسيدنا الشيخ عبد الرحيم دودار موجود طبعا ربنا يديله الشيخ عبد الرحيم دودار ربنا يديله الصحه يا رب ويبارك له وكل سنه وهو طيب وهو طيب طبعا وانت طيب والمصر كلها بخير يا رب ربنا يطولنا في عمره امين وانا عرضت عليه هو كان رافض جدا طبعا قال لي لا انا قلت له لا قلت له ما ينفعش حد فينا يتقدم واخد بال حضرتك وفضيلتك موجود يا شيخ عبد الرحيم طب ودي هتظهر امتى بقى للنور يا مولانا ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله احنا وجدنا المكان ونشكر الشيخ سعد النمر القارئ العظيم طب وخدتوا موافقات ولا عملتوا ايه يا باشا كله تمام بفضل الله تعالى الحمد لله يعني انتوا دلوقتي بتجروا دلوقتي في ورقها يعني ان شاء الله الشيخ سعد النمر كمان القارئ العظيم استاذنا وشيخنا تبرع بمكان 130 متر في يعني يملكه للنقابه مقر للنقابه ان شاء الله يشكر يعني حقيقي الراجل قال لي وحتى حبينا نكتب اليافطه قال لي اليافطه هكتبها على حسابي كمان الشيخ سعد والله فان شاء الله هيبقى يعني النقيب هيبقى الشيخ عبد الرحيم دودار طبعا ما ينفعش حد فينا يبقى نقيبه طبعا 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 يعني طيب وسيادة كتابها تبقى ايه يعني ما والله انا اعتبرني خادم للجميع يعني انا ما بحبش لما احب ابقى انا نقيب ولا بتاع انا خادم القوم وسيدهم والله انا يعني انا دايما والله انا بجري على زمايلي اكتر من مصلحتي الشخصيه واشهد الله على كلامي ربنا يبارك لانه المبتهل الاذاعي حتى اجره في الاذاعه ضئيل جدا واخد بال حضرتك للاسف الشديد حتى ما عندوش اي شيء يعني المبتهل الاذاعي لو عايز يخش مستشفى مش هيلاقي حد يعالجه بس ربنا بيكرم برضو يعني المبتهلين برضو ليهم مصادر تانية برضو يعني ربنا بيكرم مثلا في 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 مناسبة سواء كانت عزاء او مناسبة فرح او حاجة زي كده هو ربنا سبحانه وتعالى كريم طبعا لكن احنا بنقول انه لابد ان المبتهل يراعى يعني يراعى اموره تراعى طبيا وصحيا طيب احنا ان شاء الله باذن الله نبارك لك كمان على النقابه ديت باذن الله وربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم. في سؤال كده في دماغ كده بيلف كده يا مولانا كده قبل ما نسمع منك بقى الابتهال بتاع الفجر بتاع النهارده اللي جنني بصراحه الناس اللي عايزه تتعلم الابتهال دي في ناس طالعه على الانترنت تقول لك تعليم فنون الابتهال فهل الابتهال على الانترنت ولا لازم شيخ؟ شوف يا سيدي الفاضل احنا اتعلمنا على ايد كبار وعظماء مبتهلي جمهوريه مصر العربيه تمام يعني انا اتعلمت على ايد الشيخ ابراهيم الاسكندراني رحمه الله عليه وده كان يعني اسطوره ونبعت تحيه كمان لاولاده الشيخ طه والشيخ حسين يعني الاسكندراني اول من احتضني في تعليم الابتهال الشيخ ابراهيم الاسكندراني جميل بعد كده اتعلمت على ايد الشيخ الهلباوي رحمه الله عليه طبعا بعد كده الشيخ سعيد حافظ وكان اقوى صوت في العالم الاسلامي الشيخ سعيد حافظ الله يرحمه طيب النهارده قول لي انت بقى النهارده يعني تعليم الابتهال اصبح اونلاين يعني ولا ايه مش فاهم يعني في ناس عامله فيديوهات كيف تتعلم فن الابتهال لا هذا كلام لا يجوز على الانترنت ولا عشان كده بسالك لازم اروح لشيخ اتعلم الابتهال ولا اسمع الفيديوهات يا سيدي الفاضل اصل زمان ما كانش في فيديوهات لا هقول لك دلوقتي بقى في فيديوهات هقول لسيادتك اتفضل لازم علم الابتهال يعني يعلم بالتلقي يعني ايه بالتلقي لازم اقعد مع استاذي يبقى فيس تو فيس وجها لوجه يعلمني طب ودي بتاخد شهر ولا شهرين هل دي مده هو في عيل يتعلم بقى عيل شاب صغير يتعلم الابتهال في شهر يا استاذي ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين يعني دي مش انا بقول لحضرتك اصل في ناس يعني في ناس يقول لك ايه تعليم فنون الابتهال في خلال 3 اسابيع والله كله نصب وكذب بحلف بالله العظيم على الهوا ليه أيوة. انا يا استاذ الفاضل قعدت قرابه 10 سنين اتعلم اصول الابتهال الديني يا جدعان
هل انا لغايه دلوقتي برضه بتتعلم ولغايه دلوقتي بتعلم؟ هو انا كنت غبي مثلا مش عارف افهم اسئله؟ لا سمح الله. لا هو في ولد او شاب يتعلم الابتهال في شهر وبعدين يعطى شهاده ويقال له انت اصبحت مبتهلا؟ يعني لازم ومن انت حتى تجيز هذا الولد؟ تمام. يعني يا مولانا لازم يتعلم على ايد مشايخنا الكبار طبعاً. ويتعلم طبعاً. فن الابتهال على اصوله. التلقي طبعا. طبعا. وزي ما احنا قلنا كده الكلمة واللغة العربية الفصحى والمقامات الموسيقية والمقامات وغير المناجاة. نعم. جميل. طب يا مولانا عايز اسمع منك بقى الابتهال اللي انت حضرتك قلته في الفجر. والله الابتهال ده له قصة. اللي هو بتاع الفجر ده. كان بس بعجاله كده عشان حاضر. اسمع ندي مساحه للابتهال. حاضر. اتفضل. انا كان شفت الكلام ده عند الاستاذ محمد علي راشد. تمام. واول ما قريته بكيت. واخد بال حضرتك؟ ابكاني والله. فالاستاذ محمد علي راشد الراجل مديني الكلمات دي ولها فتره عندي يعني. فانا قلت ايه الزملاء كلهم بيطلعوا في رمضان كله يتكلم عن رمضان عن رمضان نطلع احنا بقى ايه بحاجه كده جميله ونقول في سيدنا النبي يعني. طب يلا عليه الصلاه والسلام. فدي كلمات الاستاذ محمد علي راشد. تحياتنا ربنا يبارك فيه. تحياتنا ليه. حلول. ناس كتيره جدا بعت لك يا مولانا بيقولوا ما شاء الله على صوتك وعايزين نسمع اللي هو الابتهال اللي بينك انت واحمد سعد. في ناس كاتبين وعايزين انت واحمد سعد كده عملت ابتهال طبعا ودايما بنزيعه عندنا. ده في 2000 وكام؟ 2008. بابا عم جيت برضو مش عارف بقول لك منور الدنيا. وفي ابراهيم طنطاو كمان ويمنى وهيا خالد بتقول لك منور الدنيا كلها يا مولانا. انا مش عارف يا مولانا انت في الفاصل يا مولانا عمال تضحكني وعمال تقول لي يعني ايه شاب يتعلم الابتهال في 3 سنين وانا اللي بعلمه؟ هو في كده؟ هو الفيديو نازل كده فيديوهات على المواقع كاتبه كيف تتعلم فن الابتهال في خلال 3 اسابيع. 3 اسابيع ده ايه الجماليه؟ ده ايه السرعه دي؟ انت ضحكنا يا مولانا. طب وانا مال انا وانا اللي كاتب الكلام ده؟ كلام. بص يا اتفضل. هذا الكلام بص بياخدوا فلوس من الشباب. بياخدوا اجور عاليه جدا. تمام. وبعدين فين الشاب اللي يتعلم في 3 اسابيع؟ انت بتدوب له علم الابتهال في كوبايه عصير يشربها ولا ايه؟ ما اعرفش هم كاتبين كده يا مولانا. ده نصب. وما اعرفش. طب يعني انت شايف ان في هيصه في موضوع الابتهال بين الشباب يا الجديد اللي طالع؟ هيصه جامده جدا وكلهم بص يا باشا. بص يا باشا. ايوه. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا مولانا. الشاب يعني انا مثلا الشاب اللي بيقول صح ده احنا كلنا بنديله تعظيم سلام. لكن الشاب اللي يطلع صار نفسه في البيت وهو بيقول هبل. احنا لا نسمح بهذا الكلام لان احنا عايزين نحافظ على صورة الابتهال الديني. يا استاذي احنا الابتهال الديني خرج من مصر. مفيش بلد انجبت علي محمود. مفيش بقى احتفاظنا بالالقاب. مفيش بلد انجبت سيد النقشبندي. مفيش بلد انجبت طوبار. مفيش بلد انجبت عمران. واحنا قلنا مفيش بلد انجبت طه الفاشني. صح. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. دي البلد اللي انجبت هؤلاء العظماء في الابتهال الديني. ده احنا فاضل لنا خطوه ونبقى مهرجانات بقى. تمام. طب مش ممكن. طيب ماشي يا مولانا. الله. طيب انا عايز اقول حاجه. طيب هل المبتهل يقدر ينشد ويقدر يمدح؟ يا استاذ الفاضل معلش. الانشاد والابتهال والتواشيح. انا بقول لك المبتهل يا مولانا. المبتهل. انا راجل مش مبتهل. كل المبتهلين ما يقدرش ينشد ولا يمدح. لا. طب وهل المنشد يقدر يبتهل؟ لا. ما هو عشان كده ما انا لسه كنت هسألك. ما فيش منشد في مصر بيعرف يبتهل غير منشد واحد بس. مين بقى؟ في كل المنشدين اللي انت بتسمعهم دول. مين بقى؟ الشيخ سعد الوحشاتي. ده من اسيوط. وهو معلم للمقامات الموسيقيه. ولما تسمعه في الابتهال احسن من اي مبتهل اذاعي. يا ما شاء الله. ده الوحيد المنشد في مصر اللي بيقول ابتهال، غير كده ما فيش منشد يعرف يقول ابتهال ديني واراهنك. يعني انت شايف ان ما فيش شخص بيجمع ما بين الانشاد والابتهال والمديح في مصر؟ لا. مفيش. نادرا جدا. نادرا جدا. نادرا جدا. مفيش. لان المنشد تعود ان يصطحبه آلات موسيقية وايقاع. تمام. لكن المبتهل بيقول بمفرده. انت عارف ان بمفرده دي صعبة جدا إن طبعا. عشان تقنع بيك المستمع. طبعا طبعا. هو طبعا يا مولانا. هو في ايه؟ طيب برضو طب احنا عايزين نهدى كده شوية كده. انا هادي اهو. عشان انت انفعلت بموضوع الفيديو 21. لا يا استاذ. وانا اللي منزل الفيديو. اقسم بالله العظيم هذا الكلام ما يحصل ابدا. طيب ماشي يا مولانا. ده فين العبقري؟ فين العبقري؟ العبقري اللي يتعلم الابتهال في 3 اسابيع. طيب. او فين العبقري اللي يعلم الابتهال في 3 اسابيع؟ طب احنا عايزين هو ده الكلام يا جدعان. طب هنسمع منك ايه دلوقتي؟ هي بقت فوضى كده. معلش هنسمع كده منك دلوقتي يا مولانا. طب نقعد في البيت نعتزل الابتهال؟ لا يا مولانا. طب صدق بالله. اتفضل. اقسم بالله انا بفكر اعتزل الابتهال واقعد في البيت. ليه بس كده؟ مما يحدث في هذه الايام. لا طب بس احنا اقسمت لك بالله على الهوا اهو. يا مولانا احنا في رمضان كل سنه وانت طيب. طيب قول لي دلوقتي. طب يا مولانا عايزين حاجه بقى في متن الحبيب المصطفى. انت جبت لنا بقى ابتهال اسمه انضاقة النفس.
ان ضاقت النفس كلمات الاستاذ محمد علي راشد واخراج طبعا احنا عملناه فيديو على انت عامله فيديو اخراج الاستاذ المخرج الكبير الاعلامي القدير الاستاذ ياسر حماد.